بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منتدى دبي الاستراتيجي، آملا أن يوفر لكم فرص التواصل والحوار والتفكير في شؤون المنطقة وتطلعاتها. ضيوفنا الكرام، تواجه منطقتنا تحديات جمة، وأكتفي بالتأكيد على إيماني بأن التحدي الرئيسي هو تحقيق التنمية الشاملة، ولا توجد قضية أخرى أين كان عنوانها ومهما كان بريقها أكثر أهمية من التنمية. إن النجاح في قضية التنمية يفتح أبواب النجاح في القضايا الأخرى. إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونائب صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، نؤمن بأهمية التنمية الشاملة، ولقد استطعنا في دولة الإمارات تحقيق أهداف كبيرة ما كانت لتتحقق في هذا الزمن القياسي لولا العمل الدؤوب المتواصل دون الالتفات إلى الانتقادات المعيقة للعمل. ضيوفنا الكرام، أنتم تعلمون أن العالم الثالث يحتل مرتبة متخلفة في سلم الاقتصاد العالمي، وعند المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مع ألمانيا أو اليابان مثلا، فالناتج المنطقة يعادل تقريبا إنتاج ألمانيا وحدها، ويعادل حوالي نصف إنتاج اليابان، أي أن إنتاج 1800 مليون نسمة يعادل إنتاج 83 مليون نسمة في ألمانيا أو إنتاج 126 مليون ياباني. فهناك قصور في الأداء يحتاج إلى إعادة نظر في السياسات التنموية والاقتصادية. واسمحوا لي أن أتوقف لحظة وأسأل، عن أي منطقة أتحدث؟ وما الذي يجمع بين دولها وشعوبها؟ الواقع أني أتحدث عن المنطقة الممتدة من شبه القارة الهندية شرقا وشمالا وشمال أفريقيا غربا مرورا بالشرق الأوسط وشرق أفريقيا، حيث يجمع بين دول وشعوب هذه المنطقة مشتركات جغرافية وثقافية وتاريخية. وفي مسألة التنمية، تلاحظون أن دول المنطقة التي أشرت إليها تتحرك خارج إطار الفعالية الاقتصادية الدولية المتركزة في كتل ثلاث في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. فدول العالم الثالث تتحرك على هوامش الاقتصاد العالمي، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا يزيد عن 2 إلى 3%. إنني أدعو دول هذه المنطقة إلى التفكير بإنشاء إطار للتعاون الاقتصادي الإقليمي، بشرط أن يكون إضافة نوعية إلى الأطر الموجودة، وأن الحكومات هي المسؤول الأول عن قيادة التطوير والتغيير. وإذا لم تتغير أساليب عمل الحكومات ويتم تحرير الاقتصاد والتخلص من أساليب البيروقراطية البالية، فأن الفساد سيعيد إنتاج نفسه. الأخوات والأخوة، إن النجاحات الكبرى والمشاريع الكبرى في التاريخ بدأت بحلم نجح صاحبه في تحويله إلى رؤية وخطة وعمل. ولا شك أنكم تحلمون بانضمام منطقتنا إلى ركب التقدم، إن حلم مشروع وقابل للتحقيق. نقول في تراثنا، من شاور الناس شاركهم عقولهم، وقول إن تشاركنا في الخبرات والتجارب يضاعف معرفتنا ويزيدنا قوة، وإن شاء الله أن يكون منتدى دبي الاستراتيجي هو إطار المناسب لتبادل المعرفة والمشاركة في الخبرات وبناء شبكات التعاون
وخلق إمكانيات جديدة تتيح لنا الوصول معا إلى نمو مستمر وتقدم دائم. أرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.